وبشر جمهور الشرقية إنه القادم أكثر، يعني هذا إن الفندق شاء هو الله. البداية والقادم أكثر وربما أهم. يعني الآن بنخطط لمسلسل كبير نعم لرمضان القادم، يعني ما هذا رمضان اللي بعده، حتى يكون استعدادات مدروسة ودقيقة، نعم وأيضا موضوع جري كمان الفندق. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله، وهذا هو الصحيح. استاذ حامد، انت يوميا في زياره الى اللوكيشن وتشوق الناس من خلال منصتك على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عرض الصور يوميا مع شخصيه في هذا العمل. اليوم كيف تمام. تشوق الجمهور حديثا عن هذا المسلسل؟ المجتمع العراقي مر بتغيير عنيف لأسباب عديدة، أنه مجتمع خرج من حروب وحصارات، نعم، ودخلت عليه التكنولوجيا، مو بالتدريج مثل باقي المجتمعات، نعم، دخلت علينا التكنولوجيا دفعة واحدة، نعم، يعني واحد قاعد يشم حضنة في كتلة كبيرة نعم من وسائل التواصل والانفتاح على العالم. نعم فبعد أن كنا كل شيء معتم ومغلق علينا، نعم فجأة فتحت النوافذ والأبواب ودخل الضوء ساطع وقوي، نعم، البعض استفاد منه البعض الآخر واستفاد من الإبهار اللي حصل، نعم، والبعض سقط في ظلام الضوء اللي قدم منه. نعم، مسلسل الفندق مصائر ناس، نعم، يعني أحاول إنه ما أحكي التفاصيل دقيقة، لا، ولكن مصائر العنوان، ناس العنوان العريض الذي أعطي لهذا المسلسل أنه هو جريء، نعم مسلسل جريء. تمام. لأنه في يعني أنا أخذت القاع في المجتمع العراقي، نعم، الناس العاديين ما يشوفوه، يعني الناس اللي المحترمين اللي قاعدين ببيوتهم بوظائفهم نعم. يشوفون قاع المدينة، وهذا القاع بالمناسبة موجود في نيويورك، في باريس، في في كل طوكيو، في كل في الأماكن، بيروت، نعم، في كل العواصم نعم، الكبرى، نعم، أكو قاع تترسب بطفيليات المجتمع. نعم، أنا أخرجت هذه الطفيليات حتى يشوفوها الناس، وحتى أوصل رسالة إلى الناس المحترمين إنه دير بالكم على أولادكم. نعم، هاي أعظم رسالة بالفندق، دير بالكم على بناتكم، دير بالكم على شبابكم أولادكم، نعم، لأنه أكو وسائل تسحب هؤلاء الشباب، نعم، بسبب البطالة مثلا، وقت بسبب الفراغ الطويل، نعم نعم سهولة التواصل الاجتماعي. نعم، تعرفين جناب التطرقية أن نعم، كثير من العصابات استغلت السوشيال ميديا صحيح للعصابات لأغراضهم طبعا، الإجرامية والإرهابية أيضا. نعم صحيح، حتى الإرهابية تدرين أنت جناب سحبوا بتويتر ناس من بلجيكا ومن فرنسا حتى يجون الداعش يدخلون العراق. نعم صحيح. وأيضا سحبوا بنات العمل عفوا في الدعارة مثلا. نعم نعم. أو أسقطوا سمعة بنات من خلال التواصل الاجتماعي وغيرها. نعم. هذا نعم. القاع الموجود في المجتمع، الناس الأبرياء، الناس الطيبين الحلوين، أني أنت حسن حسني غيرنا، الناس اللي ما شفت دربنا، متى نشوف هذا القاع؟ نعم. أنا فكرت إنه أطلع هذا القاع، لذلك نزلنا البرومو الأول، أيه. صار لغط كبير بمواقع التواصل، وهذا نعم. للأسف ينبع عن جهل. الدراما لا تتناول الجيد من الأمور. نعم. الجيد من الأمور واضح، كل نعم. الناس تشوفه. السيء من الأمور هو هو الذي تتداوله الدراما، الغيرة في عطاي. نعم. مصير الحرب البائس في روميو وجوليت. الخيانه والغدر والديكتاتوريه في ماكدس. نعم. شوفي هاي احنا نحكي عن شكسبير. نعم. هاي المواضيع اللي يسموها سيئه، وانت طلعت السيء في المجتمع العراقي. نعم. انا طلعت السيء في المجتمع العراقي حتى نعالجه. بالضبط. طبعا الفنان لا يعالج، وهذا ماكو يعني ماكو مجتمع مثالي اليوم. ماكو مجتمع مثالي. ابدا. يعني يستحيل، من المستحيل أن تجد مجتمع مثالي. الوجوه هذه السيئة الموجودة في المجتمع العراقي موجودة في كل المجتمعات، كل الدراما العربية والعالمية تناقش هكذا أمور، يعني في السينما وفي المسرح وفي التلفزيون. الفنان ستبقى يثير الأسئلة ولا يجيبها،
الناس يريدون من عندنا احنا نجاوب الاسئله احنا نصيرها واحنا نجاوبها، وهذا خطا فادح. هاي رساله من خلالكم للناس، الفنان يثير السؤال، اكو جهات خاصه تجاوب، اكو مراكز بحوث، اكو دوله، لا اقول حكومه، دوله يعني يعني بنيه كامله تعمل على تنقيه المجتمع من هذه البراغيث وهذه الطفيليات وهذه الجراثيم. الفنان الذي يرسمها في لوحه او يعملها مسلسل او فيلم سينمائي كي يثير الاسئله في الفندق سنثير مئات الاسئله. ماذا حصل هذا لهذا الشخصيه؟ لماذا انتهى مصير هذه الشخصيه بهذه الطريقه؟ الناس بالنهايه الحلقه الاخيره صادمه. هي صادمه جدا بحيث اتفقنا مع الاستاذ حسن الحسين وعلي جعفر السعدي والاستاذ علاء الدهان، احنا كنا نعمل خليه رباعيه طول فتره الكتابه، انا والاستاذ حسن حسني والاستاذ علي جعفر السعدي والاستاذ علاء الدهان عاملين خليجه نتصل ليليا بالتليفون ساعتين كالساعات فقط في النقاش عن الفندق وخطوره المواقف وتطويرها. فكنت انا اصور، انا اكتب باليد، اكتب بخط ايدي يعني، بعدين ابعثها الى شخص يطبعها بالكمبيوتر. فكان التشويق انه قبل ما ابعث الكمبيوتر اصور الحلقات، اصور 50 صفحه 60 صفحه بالفوتوغراف بالايفون وارسلها لهم بالجروب اللي عملناه ويقرون بكافتهم على مدى شهرين ستلقيه. من الصباح الى الصباح والله العظيم. لانه جهد ذهني عالي. كل هذا هم واحد. انه نقدم المتعه والفائده لجمهور العراق وجمهور الشرقيه خاصه. لا نبغي من وراء هذا المسلسل اي شيء غير ان نقول لذوي الاختصاص من باحثين اجتماعيين من علماء نفس من اصحاب تنميه بلدان من اصحاب خبراء التنميه البشريه، يا ناس اكو طفيليات في هذا المجتمع العراقي. وضحت الصوره وكان هذا يعني اقتضى التوضيح مثل ما يقولون، لانه لا يمكن الحكم على العمل من خلال برومو واحد، ولكن لكن علينا انه نشوفه نتابعه كله وبعد ذلك النقد ايضا يكون وفق اسس، هي ما هي مزاجيه يعني، ولكن وفق حتى النقد الى اسلوب الى دراسه خاصه الى، لكن انت تعرف السوشيال ميديا لو متاح لاي احد عجبه ما عجبه فهو لازم يبدي رايه يعني، فاحنا نقول انتظروا شوفوا المسلسل وبعد ذلك كل واحد يقول رايه. اشكرك الشكر الجزيل. ست دقائق بس كلمه اخيره. استطيع ان اعرف مسلسل الفندق كل اعمالي. كل اعمالي السابقه وتستطيعين ان تراجعيها. هذا ايضا عمل وطني يعني في رساله وطن. وليس عمل سخيف يعني بسيط موضوع عائلي بسيط غرفه مدري ايش، لا هذه في رساله وطن. فاتمنى وان شاء الله توصل ان شاء الله توصل هذه الرساله. شكرا لك. شكرا. مع السلامه.